عمل متميز في إطار مهرجان الفيلم المغاربي في دورته الثانية، حضور منقطع النظير. أنا فرحان ياسر بنجاح الدورة هذه اللي تؤشر إلى نجاح كل التظاهرة. ثم برشا أفلام مهمة، ونتمنى وكذلك جميع الأفلام المغاربية اللي باش تعرض تلقى نفس حظها من الإقبال الجماهيري اللي موجود في القاعة اليوم. شكرا وحظا سعيدا للمهرجان هذا، ونشد على أيدين القائمين عليه ونشكرهم على الجهد هذا الكبير اللي عملوه لرفع من مكانة القيمة الفنية لبلادنا، خاصة في الفن السابق. احنا في الدورة الثانية الفستيفال تبارك الله حضور جماهير كبير. الفستيفال هذا كان ولد معناه فكرة صغيرة، احنا حبينا بعد ما شفنا التطور اللي قاعدة تعيشه السينما خاصة التونسية بعد الثورة، ولجان سينياست اللي قاعدين يظهروا في تونس واللي قاعدين يعملوا في حاجات حلوة برشا، حبينا الجمهور التونسي والجمهور المغاربي والجمهور الكندي عامة في 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 موريال يتفرج بالحاجات هذه ويتمتع بها. واحنا بدينا عملنا الفكرة صغيرة، كانت فكرة صغيرة، كنا مجموعة صغيرة تقريبا ثلاثة من الناس بدينا، ومع الوقت تطورت الخدمة وسنا مثلا ولو عندنا معانا دي بارتناغ من المغرب الشقيق، وثم أفلام جزائرية. العام الجاي إن شاء الله باش يكون عندنا أكثر دي بارتناغ من الجزائر، زاد باش يكونوا الريبريزونت الألجيري مع الفولي التونسي اللي يقعد ديما هو معناه الفولي، لأنه الفكرة هذه بداوها التوانسة، لكن حبينا احنا ما حبيناش نقعدوا ليميتي التوانسة برك، حبينا يعني أونفيز المغرب العربي الكل والسينما المغاربية اللي هي قاعدة تشهد تطور كبير، وثم أفلام حلوة برشا من تونس من الجزائر من المغرب. جيت لموريال في زيارة عمل، وبالمناسبة تمت دعوتي لحضور افتتاح المهرجان والنسخة الثانية من مهرجان الفيلم المغاربي. الحقيقة شيء يفرح، شيء يثلج الصدر، وشيء يؤكد اللي أولاد تونس وبنات تونس وأولاد وأبناء المغرب العربي بصفة معناها عامة الموجودين في الخارج وتحديدا في كندا، شيء يمكن أن نفخر ونسعد به، خاصة من خلال ما شاهدته من حسن التنظيم للنسخة الثانية من هذا المهرجان السينمائي. وبطبيعة الحال أعطاني بعض الأفكار لملا للتنسيق والتعاون مع هذا المهرجان. كما تعرفوا نحن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كذلك نستغل الأداة الثقافية وتحديدا خاصة السينما للتعريف بالهيئة وللتشجيع على ثقافة الحوكمة وللتشجيع على مكافحة الفساد. ونظمنا عدة مهرجانات للهواة للسينمائيين الهواة، وإن شاء الله لما لا النسخة الثالثة من هذا المهرجان باش نكونوا حاضرين فيها مع أولادنا وبناتنا في موريال. فشكرا لهم على الاستضافة، وشكرا لهم على جهودهم، وشكرا لهم لحبهم للثقافة وللسينما ولحبهم للمغرب العربي الكبير بصفة عامة. شكرا. ما تقولش اسمع خاطر تبقى مسكر في بلادك المتسلفة مردودة.